بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما واجب الأباء حول تربيتهم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتقديره والصلاة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كل مؤمن ومؤمنة يحب الله ورسوله، وهذا من أصول العقيدة ومن مقتضى الفطرة التي نشأوا عليها. لا يحتاج إلى تربيتهم على هذا، لأنهم متشربون بهذا من الأصل ولا عندهم شك في هذا. الواجب أننا نعلمهم العقيدة الصحيحة بما فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أننا نعتني بمحبة الرسول فقط ونترك بقية أصول العقيدة، فهذا خلل عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: زوجتي أنجبت 4 أطفال وأسقط الطفل وهي تحمل متتالية كل سنة، هل يجوز لها أن تعمل عملية ربط رحم بعد الطفل الخامس، حيث إنها حامل الآن وترغب في حمل آخر، لأنها تستخدم أحيانا حبوب تثبت الحمل لكي لا يسقط؟ ومن يضمن بقاء 5 أو 6 أو 10؟ قد يموتون، قد يعتريهم ما يعتريهم، فما دامت أنها صالحة للحمل فإنها تترك الحمل، لأن هذا من الخير. ربما يأتيها ذرية صالحة قر بهم عينها، إلا إذا كان هناك عارض مرضي لا تستطيع معه الحمل أو يشق عليها أو عليها خطر منه، هذا يحتاج إلى تقرير الأطباء. إذا قرر الأطباء أنها بحاجة إلى الربط، إنه يرسل التقرير مع السؤال إلى الإفتاء وينظرون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: أنا موظفة ونويت أن أقدم على التورق من أحد البنوك بسبب إكمال ما تبقى لمنزلي بمبلغ من 20,000 إلى 30,000. أفتوني، هل التورق جائز في الإسلام، وما صفته وما شروطه؟ التورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيع بثمن حال لتنتفع بثمنها، فإذا حل أجل الثمن تسدده للدائن وتقضي بهذا التورق حاجتك. وهذا جائز عند جمهور العلماء، لكن بشروط: أولا، أن تكون السلعة في ملك البائع الدائن قبل العقد ملكا صحيحا ثابتا. ثاني، بعد العقد يقبضها المستدين وينقلها من مكان البائع الدائن ويبيعها في مكان آخر على غير الدائن، ويقبض ثمنها ويسدد به حاجته، فإذا توفر الشرطان. أيضا تكون السلعة معلومة، تكون السلعة عندنا حديد بألمانيا ولا عندنا كذا في كذا وهو لا يرى، وكلنا نبيعه، هذه كلها حيل باطلة. لا بد أن تكون السلعة موجودة يراها المستدين ويقبضها وينقلها ويبيعها هو على غير من باعها عليه بالدين. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول: كيف أقضي أيام لم أصمها في عمري وفي مقتبل عمري ولا أعلم عدد هذه الأيام، هل أبني على الظن؟ إذا تركت شيئا من رمضان لم تصمه بعد بلوغها، إنه يجب عليها قضاء هذه الأيام، وإذا كانت لا تعلم عددها فإنها تقدرها بما يغلب على ظنها فتصوم ما غلب على ظنها عدده. نعم. جزاكم
الله خيرا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: إذا صلى بالناس رجل مقعد يقوم، وإذا جلس يجلس على كرسي ولا يستطيع السجود، فكيف يصلي من خلفه؟ لا يجوز أن يصلي بهم وهو عاجز عن أركان الصلاة، لا يستطيع القيام، لا يستطيع السجود على الأرض، هذا تصح صلاته في نفسه على حسب استطاعته للإمامة. وأما أنه يكون إماما فهذا لا يصلح للإمامة ولا تصح الصلاة خلفه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الفائدة التي تعود على الميت عند زيارة قبره علاوة على الدعاء؟ وهل صحيح بأنه يستأنس أي الميت عند زيارته؟ ولماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضغون بالزيارة؟ وجزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بالزيارة، بل كان يزوره من جملة ما يزوره من القبور. وزيارة القبور لأجل السلام على المسلمين، ومن أجل الدعاء لهم، ومن أجل الاعتبار سنة ومشروعة، فيزور القبور ويدعو للميت الذي زاره، والميت ينفعه ذلك إذا تقبله الله عز وجل. وأما أنه يأنس بهم أو هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. المهم أن هذا إذا تقبله الله ينفعه الدعاء والسلام عليه ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندي ذهب ما يقارب من 10 سنوات، وأريد أن أخرج الزكاة لأنه أمانة عندي، هل أخرج عن هذا الذهب زكاة؟ إذا كان الذي أودعه عندك أو وكلك أن تخرج زكاته إنك تخرجها بالوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه. نعم. يقول السائر: هل الكفار يمرون على الصراط المستقيم يوم القيامة، أم أن هذا خاص بالمؤمنين؟ الله أعلم بذلك. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن اختيار الأسماء الحسنة، هل هو خاص بالآباء أو الأمهات، وما حكم تسمية ملاك؟ التسمية خاصة بالأب، ويختار لمولوده الاسم الحسن الذي له معنى صحيح ومعنى طيب، ولا يختار لمولوده الاسم الغريب أو الأسماء الغربية أو الغريبة، بل اختار الاسم الحسن. وخير الأسماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن، يعبده لله، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الكريم، عبد العزيز إلى آخره، أو يسميه بعبد الرحمن أو عبد الله أو بمحمد أو بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما أسماء الملائكة فلا يسمى بها، لا يسمى البنت، لا تسمى البنت بأسماء الملك، يقال ملاك، الملك هذا اسم الملاك، اسم للملك، فلا يتسمى به البنت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ لو تكرمتم سؤالي عن ساعة الإجابة يوم الإربعاء، والاستدلال بحديث جابر: كنت أتحين هذا اليوم أدعو فيه فتأتيني الإجابة كفلق الصبح. ساعة الإجابة هذه في يوم الجمعة، ثبت الحديث بها أنها في يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وقائم يصلي إلا أعطاه الله أو استجاب الله له. أما يوم الأربعاء فلا أعلم لتحديده دليلا، إلا أن الرسول دعا فيه فأجيب، ولكن لم يحدد هذا، الرسول لم يحدد هذا ولم يخبر أنه يستجاب فيه الدعاء مثل ما أخبر عن يوم الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ ويقول: هل يجوز إعطاء الخادمة من مال الزكاة إذا كان أهلها بحاجة إلى هذا المال، مع العلم بأنني أعطيها المرتب كل شهر وبانتظام؟ إذا كان أهلها مسلمين وهي مسلمة لا بأس بدفع الزكاة لهم لإسلامهم، لا من أجل أنها عندك وأنها تخدم عندك وتريد أن تراغبها للبقاء عندك، إنما تعطيها لأنها مسلمة محتاجة. نعم. يقول هذا السائل: أسأل يا شيخ عن صلاة الشفع والوتر، وهل يجوز أن أصلي ذلك عند قيام الليل؟ أي الشفع والوتر، هل هم في أول الليل أو في آخره؟ من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره بالسحر، وكل الليل محل الوتر. فإذا كان لك نصيب من قيام الليل ولو كان قليلا فإنك تقوم وتصليه وتختمه بالوتر، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الشخص الذي يعاهد نفسه مع الله ألا يعود إلى الذنب ثم يعود مرة ثانية، هل عليه كفارة في ذلك، وما واجبه نحو الاستقامة على الشرع؟ نعم، الواجب عليه أنه يحفظ يمينه، إذا حلف فإنه يحفظ
يحفظها ولا يحنث فيها إلا لسبب، لسبب مباح أو لسبب مستحب، وإلا يحفظها. قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. فإذا حنث فيها وعهد الله أو علي عهد الله، هذا يمين، يعني عهد الله يمين، فإذا خالفها إنه يكفر عن يمينه. نعم. وصلتنا بعض الأسئلة للسائل ألف ألف، يقول: هل يجوز أن نعطي شخص ولكنه تارك للصلاة ومتهاون بها؟ إذا كان تاركا للصلاة لا يصلي متعمدا فهو ليس بمسلم، ولا يجزي دفع الزكاة إليه، لأن الزكاة إنما تدفع للمسلم. نعم. وبالنسبة يقول: لحكم الإسلام أو حكم الشرع في نظركم للنظر للمرأة من غير شهوة بقصد النظر العادي؟ لا ينظر إليها. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلا إذا كان هذا النظر لحاجة كالتي تعامله أو تسأله وليس لشهوة، إنه يجوز بقدر الحاجة. نعم. هل يعتبر هذا حلفا؟ إذا حلف بالطلاق فضيلة الشيخ، هل يقع طلاق وهل يجوز هذه العبارة؟ إذا وقع لشخص شيء من ذلك وحلف بالطلاق يراجع المحكمة أو يراجع دار الإفتاء. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الغسل عند نزول المني في أي حال من الأحوال، وما صفة الغسل المجزئ؟ نزول المني إذا كان لشهوة، في اليقظة لشهوة أو في النوم ولا يحس بشهوة لكن وجد البلل بعدما استيقظ، إنه يجب عليه الاغتسال. أما إذا كان خروج المني لمرض ينساب بدون شهوة وهو متيقظ فليس عليه اغتسال، عليه استنجاء ووضوء. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن الاستخارة، هل تكون في جميع الأمور للإنسان الذي تحدث له، وهل يجوز رفع اليدين في دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة يكون في الأمور المهمة، مو في كل شيء، في الأمور المهمة كالزواج مثلا والسفر والمشاركة مع أحد، فإنه يستخير إذا أشكل عليه الأمر وهو من الأمور المهمة، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه في ذلك، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن سنة الجمعة القبلية، هل هذه الصلاة في السنة أم هي بدعة مأجورين؟ ليس للجمعة سنة قبلها، إنما يتنفل الإنسان بما تيسر له إذا دخل المسجد قبل الصلاة الجمعة، تنفل بما يتيسر له من النفل المطلق قل أو كثر، كونه يصلي إلى أن يدخل الإمام هذا أفضل، ولو صلى تحية المسجد وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن فهذا خير أيضا. وأما سنة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين. نعم. هذا السائل أرسل بسؤال يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف من فضيلتكم هل يجوز لي التبني شرعا؟ أريد أن أربي طفلة في بيتي، طفلة يتيمة وإذا كبرت، وأريد أن أعرف هل يجوز من جهة الستر والعورة؟ لا يجوز التبني في الإسلام، تبني هذا كان في الجاهلية وأبطله الإسلام، ولكن له يستحب له أن يحسن إلى اليتيم وإلى مجهول النسب ويربيه وهو أجنبي، ليس ابنا له، أجنبي، لكنه يحسن إليه بالتربية والتعاون وهو أجنبي، فإذا بلغ فإنه يكون حكمه حكم الرجال الأجانب بالنسبة لبناته وزوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، أريد أن أخذ قرض، وهذا القرض أريد أن يكون خاليا من الحرام، فما الطريقة الصحيحة في نظركم ليكون بعيدا عن الشبهات مأجورين؟ القرض الحسن وهو أن يقرضك شخص ما تحتاج إليه من النقود تقضي بها حاجتك ثم ترد إليه بدلها، هذا هو القرض الحسن الذي لا يقصد منه المنفعة الدنيوية وإنما القصد منه الإرفاق. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن حكم الشرع في نظركم في رجل مات ولم يؤدي مهر الزوجة السابقة، مع العلم بأن الزوجة سامحته قبل موته، بارك الله فيكم. هو دين في ذمته وحق للزوجة، فما دامت أنها سمحت به فليس عليه شيء والحمد لله. نعم. أيضا يسأل عن حكم الشرع في ضرب الرجل لزوجته، ضرب غير مؤذي. الضرب آخر ما يكون في علاج النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، آخر مرحلة الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، الضرب غير المبرح الذي يحصل به المقصود. نعم. أيضا من أسئلته يقول: يا شيخ، بالنسبة لصلاة سنة الفجر في المسجد، هل هي أفضل من الصلاة في البيت؟ الصلاة النافلة في البيت أفضل، وإذا صلاها في المسجد على أنها راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد ف
فلا بأس بذلك. نعم. امرأة ربت طفلا فضيلة الشيخ وعلى لسانها تقول يا ابني تعال يا ابني أخرج، كلمة أنه ابنها فضيلة الشيخ، لا يجوز هذا، لا تقول له يا ابني أو يا ولدي لأنه أجنبي منها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال وردنا كثيرا وللأسف الشديد بعض البنات والأخوات يسألن عن تشقير الحواجب، هل يجوز يا فضيلة الشيخ ولماذا ابتلينا بهذا بعض النساء؟ تشقير الحواجب من تغيير خلق الله، أنهن يريدن يغيرن لون الحاجب بالصباغ الذي يكون على هيئة الجلد، بحيث أنه إذا نظر إليها يظن أنها ليس لها حواجب، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وغيرها ممن يغيرن خلق الله، المغيرات خلق الله عز وجل، والواشمة والمستوشمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول زكاة الديون كيف تؤدى إذا كانت عند شخص وجلست عنده أكثر من 7 سنوات، كيف يتم زكاة هذه الديون؟ إذا كان هذا الشخص مليئا وباذلا يقدر على السداد ولكن أنت الذي تركته، إنه تجب عليك الزكاة كل سنة، يجب عليك الزكاة كل سنة، لأنه في حكم الذي في يدك، وأنت الذي تركته يبقى عنده، ولو طالبته به لبادر بأدائه. أما إذا كان الدين على معسر لا يستطيع التسديد، أو كان على مماطل لا تستطيع أن تأخذ حقك منه، فهذا ليس فيه زكاة حتى تقبضه لسنة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر. اللعن لا يجوز، حرام وقبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم يكف لسانه عن اللعن والشتم والسباب. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بأحد الأسئلة التي وردتنا، يقول فيها السائل الشيخ ما هي الشروط التي وضعها الإسلام لكي تكون التجارة حلالا ويراعى فيها مخافة الله؟ الأصل في التجارة والمعاملات الحل ولله الحمد، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالربا والقمار وبيع المحرمات، بيع السلع المحرمة، وكذلك ما فيه غش أو خديعة أو نجش، هذه بيع محرمة. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.